بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 18 من الكتاب 53، كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. ثم الإباء آية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هناك تناقض؟ التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أثبت أن العمل سببا لدخول الجنة، مش كده برضو؟ والأحاديث تدل على أن دخول الجنة لا يكون بالعمل بل بالرحمة. هل هناك تناقض؟ كيف نجمع بينهما؟ المعتزلة ذهبوا إلى وجوب أن الله يثيب الطائعين، أوجبوا ذلك عقلا، فيجب على الله أن يدخل الجنة ليثيبهم بعملهم، وبالتالي يبقى يدخل الجنة بعمله، فحملوا الآيات على ظاهرها. هؤلاء هم المعتزلة، ولهم كلام كثير باطل في هذه المسألة، لأنه لا يوجب العقل شيئا على الله، لأنه مالك كل شيء، يتصرف كيف شاء سبحانه وتعالى. فلو عذب الطائعين وأثاب العاصين ما سئل عن ما يفعل، ولكن هو وعدنا بذلك، وعدنا أن يثيب الطائع ويعذب الكافر فقط، هذا وعد من الله، لكن ليس وجوبا عقليا عليه، لأن العقل ليس قاهرا على الله، الله خلق العقل، فكيف يوجب العقل على الله شيء؟ فهم؟ وبالتالي هذا من باب تفضل الله علينا أن أعلمنا مراده، وعلمنا وعرفنا أن الصالح يثيبه وأن أن العاصي يعاقبه، هذا إعلام من الله. لكن لو لم يعلمنا وفعل ما شاء لا يسأل عن شيء، حتى ولو لم يبعثنا يوم القيامة ولا كان خلق لنا جنة ولا نار ودنيا وبس، كان لا يسأل برضه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالتالي كيف نجمع بين حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وبين آية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ قال العلماء أن دخول الجنة يحتاج إلى الرحمة، أما التنعم في الجنة بدرجات العمل، يبقى مجرد الدخول تحتاج الرحمة بالرحمة فقط، أما العمل يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني ادخلوا درجاتكم في الجنة على قدر عملكم. يبقى الآية تحدد درجة الإنسان في الجنة على قدر عمله لا بسبب عمله، لأن الجنة درجات كثيرة يتفاوت فيها الناس، فيها أبرار وفيها مقربين، والأبرار نفسهم درجات والمقربون أيضا درجات. وبالتالي يبقى إثبات العمل في الدخول الجنة هو إثبات لدرجة المؤمن في الجنة، كل على حسب عمله في الجنة، أما مطلق الدخول نفسه فهذا برحمة الله لا بالعمل. لماذا؟ لأن الله هو الذي وفق للعمل، وهو الذي هدى للعمل، وهو الذي قوى للعمل، فإن بحثت عن ذلك وجدت نفسك أنك لم تعمل في الحقيقة، بل الذي عمل هو الله على جوارحك، لأنه هو الذي قواك، وهو الذي هداك، وهو الذي وفقك، وهو الذي خلق العمل على جوارحك، وبالتالي لا تجد نفسك فاعلا لشيء، بل الفاعل هو الله، فأنت لست فاعلا مع الله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن المرء يخلق أفعاله، لكن نحن نقول أن الله هو خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. فهمت كيف الجمع؟ يبقى نقول أن الإنسان يدخل الجنة يتنعم فيها بقدر عمله، ولكن مطلق الدخول هذا بفضل الله ورحمته، لأن العمل نفسه هو بفضل الله ورحمته وبتوفيقه وبقوته، فهي لا حول ولا قوة إلا بالله.
من الذي قواك ومن الذي هداك ومن الذي أرسل إليك نبيك ومن الذي علمك ومن الذي رزقك النية ومن الذي أعطاك الوقت لتعبد ومن الذي جعل بدنك في عافية حتى تستطيع أن تقابله وتجلس بين يديه وتذكره وتصلي وتصوم وتحج وتجاهد. من الذي حافظ عليك قوتك لتعمل ذلك كله؟ هو الله. فالحقيقة أنك تتحرك بقدرة الله وبتوفيق الله وبفضل الله وبفعل الله، فلا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله، برحمة الله تعالى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 89 بعد 207,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو اسمه أبو رجاء، كنيته أبو رجاء، قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني العمل ما بينجيش، المنجي هو الله. فإن أراد أن ينجيك أرسل إليك العمل ووفقك له حتى يكون سببا ظاهرا شرعيا لك ينجيك به. فهمت بقى؟ العمل نفسه ما بينجيش، العمل عرض لا قوة له، اللي ينجي هو الله. وبالتالي لا تعتمد على عملك بل اعتمد على الله، اعمل العمل ولا تعتمد على العمل بل تعتمد على الله، خذ بالسبب ولا تعتمد على السبب ولكن اعتمد على الله. فالعمل سبب، تعبدنا الله بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب وأن نتقن الأسباب وأن نحسن الأسباب وأن نتمسك بالأسباب وأن نواظب على الأسباب. وأمر قلبنا ألا ينظر للأسباب وألا يعتمد على الأسباب، واضح؟ وبالتالي لا تغفل العمل ولا تعتمد على العمل بل تأخذ بالعمل وتعمل بالعمل تعبدا لله، وتعتقد في قلبك أن ما نجك إلا الله لا عمل، وما شفك إلا الله لا الدواء، وما علمك إلا الله لا المدرس ولا الكتاب، فهمت؟ وما خلقك إلا الله، ليس أبوك ولا أمك، كما أنه أبوك وأمك ضروري لوجودك وخلقك إلا أنهما لم يخلقك، كذلك العمل ضروري لدخول الجنة وإن كان ليس سببا حقيقي لدخول الجنة، فهمت؟ فهو سبب شرعي، جعله الله سببا شرعيا لا سببا حقيقيا، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي لا تعتمد على العمل، الاعتماد يكون على الله فقط، وفي نفس الوقت لا أغفل العمل. أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله، قال رجل ولا إياك يا رسول الله، ما هو النبي أفضل الناس عملا. ليه؟ لأن كل عابد عبد الله النبي له مثل عبادته منذ خلق الله السماوات والأرض، خد بالك، لأن روحانية النبي تمد الأكوان. فأبونا آدم ما عبد الله إلا بمدد من النبي، ولا وسائر الأنبياء ما أتتهم النبوة إلا بمدد من الروحانية المحمدية. فما من عابد عبد الله منذ أن نفخت الروح في أبونا آدم إلى أن يبعث الله الخلائق إلا ونبينا أمده، لأن الله يمد نبينا ليمد الأكوان، وهذه معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى شكل قال إيه؟ وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين، ملتمس قبل ولادته من روحانيته وبعد ولادته من هدايته، فهمت؟ وبالتالي أعلى الناس عملا هو النبي، بل ما عبدت الملائكة الله إلا بمدد من روحانية النبي. فعبادات الملائكة كلها في صحيفة حسنات النبي كمان، مش البشر بس ولا الجن، ده سيدنا جبريل والملائكة التي تعبد الله ولا تفتر، لولا إمدادها من روحانية النبي ما وجدت أصلا ولا عبدت. علشان كده أكثر الناس عملا مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم.
لان الدال على الخير كفاعله، فما بالك هو ليس دالا فقط بل دالا ممدا، فهو اقوى من الدلاله، ده يدل ويمد. وعلشان كده ربنا امرنا اننا نصلي على النبي كتير، لان كلما صلينا على النبي كلما ازداد المدد من جهه النبي، فكلما عبدت اكثر وكلما تقربت اكثر. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي يمده، والملائكه تصلي على النبي تستمد. فيا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تستمدوا لتمدوا فتهتدوا بالصلاه عليه، كما استمدت الملائكه بالصلاه عليه اسباب وجودها واسباب عبادتها واسباب عصمتها، فتاسوا بالملائكه في ذلك. وبالتالي بقى اكثر الناس عملا مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. عشان كده الصحابه فاهمين فقالوا له حتى انت يا رسول الله مش هتدخل الجنة بعملك؟ ما هو ده لا يقارن بقى، تقول لي جبريل جنب عمل النبي فين؟ ده نقطة في بحر يا أستاذ. ده عبادة الملائكة كلها جنب عبادة النبي نقطة في بحر يا أستاذ. فهمت؟ شوف جميع الأنبياء كل أعمالهم جزء من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده هو الوحيد اللي يصلح إن يشفع في الخلائق. هو الوحيد، لان مفيش له تاني، ليس له مثيل. فهمت بقى؟ عشان كده هو الوحيد اللي يصلح، لا جبريل ولا ادم ولا غيره، ده كل دول مستمدين منه. فهمت؟ فهو البرزخ، هو البرزخ بين الله وبين الخلق صلى الله عليه واله وسلم، هو البرزخ بين الوجود والعدم. فهمت؟ هو البرزخ بين الهدايه والضلاله. علشان كده الصحابة قالوا ايه؟ قال رجل: ولا اياك يا رسول الله، يعني حتى انت كمان مش هينجيك عملك؟ قال: ولا اياي الا ان يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا، لان النبي ما امد الاكوان وما عبد الله الا بمدد من الله، فمدد الله هي الرحمة، مدد الله الى النبي هي الرحمة نفسها. فلما تغمد الله بهذه الرحمة ظهر منه هذا العمل وهذا الإمداد. فالعبرة بأصل الإمداد، والعبرة بأصل التوفيق، وأصل الإمداد وأصل التوفيق من الخالق، لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. فهمت؟ ولكن سددوا، يعني حاولوا أن تفعلوا بقدر الصواب وبقدر الاجتهاد، أدي معنى سددوا، يعني لا تكسلوا. وعن ابي قال: وحدثنيه يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج بهذا الاسناد، غير انه قال: برحمة منه وفضل، ولم يذكر ولكن سددوا، يعني الا ان يتغمدن له برحمة منه وفضل. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. محمد ده مين؟ محمد ابن سيرين. عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. يبقى الاعتماد كله على الله، والاستمداد كله من الله عن طريق هذا النبي روحانية. ولذا على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، فأكثر المصلين والمسلمين على النبي هم أكثرهم مددا من هذا النبي. وعشان كده من نسي الصلاة عليه أخطأ طريقه إلى الجنة. شفت بقى كلام النبي؟ من نسي الصلاة عليه أخطأ طريقه إلى الجنة، مش هيوصل الجنة، لأنه لا يستمد أسباب الرحمة. وعن أبي قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون: بيده هكذا، وأشار إلى رأسه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. يتغمدني يعني يغطيني، يعني أشار إلى رأسي يعني يغطيني بالرحمة من رأسي إلى قدمي كلي، يعني معنى يتغمدني يعني إيه؟ يعني يجعلني منغمسا فيها، مغطى بها من رأسي إلى قدمي. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد ينجيه عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب اللي هو الزهري، اللي هو محمد ابن ايه؟ ابن مسلم ابن شهاب الزهري. عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدا منكم عمله الجنة. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأن المسألة كلها توفيق الله وخلق الله وفعل الله وهداية الله وإرشاد الله. وعن أبي قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية ابن نمير. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد: وأبشروا. أبشروا يعني أحسنوا الظن بالله، يعني اعمل واجتهد وأحسن الظن في الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني مش معنى كده أنك أنت لا تهتم بالعمل، ولا معنى ذلك ألا تتقن العمل وألا تقبل على العمل، لا، يعني معناها تحسن وأبشر. قاربوا يعني حاول بقدر طاقتك أن تكون قريب الشبه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وسدد بقدر الإمكان أن يكون صوابا صحيحا. يعني التسديد يكون في النية، والمقاربة تكون في ايه؟ في طريقة اداء العمل. يبقى المقاربة تكون في طريقة اداء العمل، زي ما قال لنا: صلوا كما رأيتموني اصلي. والتسديد ان يكون الصلاة دي لله، كما تصوب سهمك تصوبه لاي جهة، فاجعل جهتك واحدة هي لله. فهم؟ يقول: سدد السهم، يعني او ايه؟ او صوبه، يعني قال، يعني وجهه. والتوجيه هو محل النية. يبقى المقاربة أن يكون عملك شبيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون، والتسديد أن يكون خالصا لله، لا لأجل دنيا ولا منصب ولا شهرة ولا أي شيء مما يفعل من أجله أهل الرياء. وعن أبي قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيزه من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ولا يجيره من النار. نعم، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله.
يجيره يعني يحميه. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا موسى بن عقبه حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا يعني احسنوا الظن بقى ابشروا هنا يعني احسنوا الظن بالله فانه لن يدخل الجنه احدا عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل لان المداومه علامه الصدق المداومه للشيء دليل الصدق والنبي كان عمله ايه ديمه زي ما كانوا يصفوا عمل النبي يقول لك كان عمله ديمه يعني مداوما على ذلك صلى الله عليه وسلم والعجيب انه في الدنيا لو لم تعمل ديمه ما جنيت ثمره عمل تصور انسان يرمي الحب في الارض ثم لا يواظب عليه بالري والرعايه هيجني ثمر طب لو واحد راح المدرسه سنه ولا اتنين من عمره ثم تركها ولم يواظب هياخد شهاده هيتخرج كذلك والتاجر لو وضع البضاعه في المحل وراح ساعه وغاب 10 ساعات هيتسرق المحل ان شاء الله ولا هيكسب حاجه وهيخسر كل حاجه وهكذا يعني اذا كان ثمره الدنيا وهي الفانيه تحتاج المداومه فما بالك بالاخره تكون من باب اولى فاهم فالمداومه سبب لايه لجني ثمره العمل وهي علامة الصدق وعن أبي قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة فلما كان الأمر كذلك فأكثر بقى من طاعة مولاك لأن كلما أكثرت من طاعة مولاك كلما كنت مستمدا التوفيق لأنك لن تدخل الجنة إلا بتوفيق الله فعلامة التوفيق في الآخرة هي علامة إكثار العبادة في الدنيا لأن إكثار العبادة في الدنيا ده توفيق من الله فالموفق في الدنيا يبشر ويستبشر أن الله سبحانه وتعالى يجعله أيضا موفقا في الآخرة وعشان كده كان النبي من أكثر الناس عبادة في الدنيا حتى ان عبد رب ما سمعناش عن نبي من الانبياء وقف الليل يصلي حتى تورمت قدماه ما سمعناهاش دي لا عن ابونا ادم ولا عن سيدنا داود اللي كان يضرب به المثل في كثره الذكر ولا عن سيدنا موسى ولا عن نبي من الانبياء لكن شفناها في نبينا يعبد ربه طول الليل حتى تتورم قدماه ما شفناهاش دي ده حاجه غريبه فاهم وهو اللي بيمد الاكوان كلها باسباب الهدايه فهمت ازاي؟ وبالرغم من ذلك كان اكثر الناس عبادة صلى الله عليه واله وسلم، لأنه أكثر الناس توفيقا، فهو أسعد الخلق بتوفيق الله، وهو أوفق الخلق بسعادة الله صلى الله عليه واله وسلم. فشفت بقى أهل التوفيق يظهر عليهم إيه؟ يظهر عليهم الاستقامة والعبادة في الدنيا. لأن النبي هو أوفق الخلق. فظهرت آثار التوفيق الأخروي ظهر عليه في الدنيا إيه؟ في صورة عبادة واستقامة إلى أن توفاه الله وكذلك كل صالح وكل ولي وكل نبي فإذا كنت تريد أن تكون وارثا منهم فافعل كما فعل باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا فمن علامة الشكر أن تكثر من طاعة مولاك وألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت. ورمت بمعنى انتفخت بمعنى تفطرت، كلها بها معاني واحدة. حتى ورمت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. باب الاقتصاد في الموعظة. إذا كنت تعظ الناس فلا تكن كل ما تقابلهم تقعد توعظهم، وكل ما تقعد معهم توعظهم لما يملوا الموعظة. فهم؟ لا، ساعة وساعة. وعظ الناس بعملك وحالك أكثر ما تعظهم بقولك. عشان كده في الحكم يقول إيه؟ لا تصحب إلا من إيه؟ ينهدك حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصحب إلا من ينهدك حاله ويدلك على الله ما قاله. أدي الصحبة صحيح. في ناس كده أول ما تيجي تشوفهم وتقعد معاهم تلاقي نفسك همتك تزيد في الطاعة، وتبقى عايز تذكر ربنا وعايز تقرأ قرآن وعايز تصلي وعايز تصدق وتزهد في الدنيا وتحب تتصدق وتحب الخير. في ناس كده أول ما تصحبهم تلاقي نفسك جات لك الحكاية دي منهم، لأن الحال على فكرة معدي. فعلشان كده وبعدين تيجي تشوفه يتكلم ازاي مع الناس تلاقي كلامه كله مع الناس يدلك على الله. فعلشان كده يقول لا تصحب الا من ينهدك الى الله حاله ويدلك على الله ما قال. فهم؟ وبالتالي العظه لا تكون بالكلام فقط بل بالحال والهمه والنظره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ينظر لانسان كده ربنا يهديه بالنظره. وبالتالي شوف انت الابن ساعات يبقى في فزع شديد، مجرد بس يلتفت حتى يقع بصره على بصر امه يقوم يجيله الاطمئنان والهدوء. يبقى النظرة بتأثر اهي، النظرة بتأثر، تدخل السكينة على القلوب، تذهب الروع من القلب. فهم؟ وبالتالي النظرة كما نظرة الحاسد تضر، نظرة الصالح تنفع، يأتي النفع معها. فهم؟ وعشان كده ربنا امرنا نقول للنبي ايه؟ انظرنا، انظر لنا يا رسول الله، مش كده؟ ولو قالوا سمعنا سمعنا واطعنا وانظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مش كده برضو؟ قول انظرنا اللي هي نظره ومدد. اللي الوهابيه مش فاهمينها، الوهابيه مش فاهمين ان نظره الصالح تنفع كما ان نظره الحاسد تضر. فهم؟ والله احنا جربنا الاولياء اللي عرفناهم، كنا نروح لهم كده مجرد بس تبص له ويبص لك، تبص تلاقي تبقى جاي له في حال وتخرج بحال تاني، ولا سمعت منه كلام، مجرد بس انك تشوفه كده ويشوفك وخلاص تنك ماشي. فهم؟ وبالتالي النبي كان ايه؟ كان يربي بالنظرة صلى الله عليه وسلم. يبقى الاقتصاد في الموعظة. الموعظة مش كلام، الموعظة حال وقلب. اللي قلبه سليم يعز بقلبه قبل كلامه. فهمت؟ لكن اللي قلبه فارغ طول النهار قاعد يتكلم سيتي اوف ريماركس، مدينة الملاحظات، طول النهار قاعد يدي ملاحظات ملاحظات ملاحظات، لما الواحد يبقى عايز يتقيأ ملاحظات لأنه قلبه فارغ. فهمت؟ الحكاية مش كده. باب الاقتصاد في الموعظة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله، عبد الله بن مسعود، ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا
اننا منتظرينه يعني، اعلمه بمكاننا. فدخل عليه فلم يلبث ان خرج علينا عبد الله فقال اني اخبر بمكانكم فما يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهية ان امل لكم. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما كانش يحب يخرج كتير لتلامذته ويقعد معهم كتير عشان ما يبقاش كلامه معهم طول النهار يعظ 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 يقوم يملوا الموعظة، فكان يتأخر عنهم أحيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، يعني يتعاهدنا، يعني كل شوية كده، مش على طول، شوية شوية، هذه معنى يتخولنا، يعني يتعاهدنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. والسآمة هو الملل والدجر. تصور أنت الأب اللي قاعد طول النهار يربي ابنه، يا ولد يا ولد يا ولد ما تفعلش، يا ولد افعل، هتجد الولد يدجر من إيه؟ من نصيحة أبيه ويمل، ثم بعد ذلك يتولد عنده حب المخالفة، يخالف. وعلشان كده احنا قلنا أن التغافل جزء مهم جدا في التربية، التغافل وليس الغفلة، التغافل يعني تعمل نفسك مش شايف، وبعدين بعد كده تنبهه بحالك أنت، بأسلوبك أنت في الحياة، لأنه في الآخر مهما ابتعد عنك يعود إلى أسلوبك في حياتك. الابن في الآخر يقلد أبوه في طريقة حياته بدون ما تكلمه كتير، فهمت؟ التغافل. ولو عايز النبي صلى الله عليه وسلم رب الناس بالتغافل، كان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح، كأنه مش شايفه. وبعدين يجي في مجلس من المجالس أو في خطبة جمعة والناس حاضرة اللي عملوا الغلط في وسط الناس، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كان الأولى أن يفعلوا كذا وكذا. خلاص اتعلموا بلا فضيحة وبلا مواجهة، لأن النبي كان حيي، كان لا يحب أن يواجه الإنسان بعيبه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى تستحي أنت من ابنك أنك تواجه ابنك بعيبه، يوم هو يستحي منك، يوم ما يحبش بعد كده يخليك تشوفه وهو في نقص. التربية بالتغافل وليس بالغفلة، وليس الكلام كسر الكلام. وعنه بي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حا قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد من جاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياب عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس. يعني كفاية عظة يوم في الأسبوع، مش كل يوم كل يوم كل يوم، إيه ده؟ فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الكتاب 54 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، وإن شاء الله احنا تقريبا على آخر شهر ديسمبر ننتهي من صحيح مسلم بإذن الله، ثم نبدأ بعد ذلك في سنن الترمذي نقرأها مرة أخرى، لأن كثير منكم لم يحضرها، فإن شاء الله هنعيدها تاني ولم تسجل كاملة، فأنا برضو عايزين نسجلها، لأن في بعض الناس بتسمع التسجيل لأنهم لا يعيشون معنا فبيحتاجوا. فأنا إن شاء الله هنبدأ في سنن الترمذي مع بداية السنة الجديدة اللي هي سنة 2015، وإن شاء الله سوف ننهي صحيح مسلم تقريبا في خلال شهر ديسمبر الذي بدأناه اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا مع أنفاس نبينا صلى الله عليه وسلم ملتزمين إياها منتفعين بها عاملين بمقتضاها، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناتنا، وأن يتقبله منا، وأن يلحقنا بنبينا على خير حال.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.